كلامكم صواب. انت تعال انت يا ابو وجهك ووجهك. يا رب يا رب حضرة الله العظيم. يا سيدي قاموا يطلعون شيء. يا سيدي قاموا انا احس انه طلعوا شيء. خلنا اسوي لك كذا. الوضع زين الوضع زين حيل الوضع زين. بتحاول تلقى لي الشباب اللي عندك وتخلى العالية قريبة منا ورانا. حاطر ديش بقى مطالب ديش زوم عسكري. يا حطرايزين الزلقة المبادلة 14 وين؟ نادي عليهم بجي هذا الثاني هذا مو عندك جهاز؟ نادي عليهم بجي هذا الثاني نادي عليهم بجي هذا الثاني. مطار في الزول عسكري. اختي حامس المطار في الزول عسكري. جيش سوري حر. اقوم بتسوي داخل المطار. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. جايينك يا بشار. الله اكبر. يلا شباب عفي يا رجال عفي يا اخوان. قام بتحريك زول المطار في الزول عسكري. تعب جيش سوري عسكري. جيش الحر حاولوا مطار جيش زور عسكري وتحية جزئي للمطار. الله أكبر الله أكبر. بدا عملية تحرير مطار دير الزور عسكري. كتاب جيش سوري الحر 15/12/2012. الله أكبر. اقول انا في جيش الحر داخل مطار دير الزور عسكري 15/12/2012. اقتحام جزئي. قول تعالوا تعالوا اشتباكات الجيش الحر في مطار دير الزور عسكري 15/12/2012. هاي هي كلاب بشار. هاي هي كلاب بشار. جيش الحر تقوم باسلحه عساكر. هاي كلاب بشار الاسد داخل مطار دير الزور. الله اكبر. الله اكبر ننتصر او نموت. الله اكبر الله اكبر. ها هو سور مطار دير الزور عسكري. تبغل تبغل كتاب الجيش الحر داخل مطار دير الزور عسكري. الله اكبر الله اكبر 15/12/2012. الله اكبر جاينك يا كابتن اسر الجنود. الله اكبر هذا هو سور مطار دير الزور. وهؤلاء هم الجيش الحر. الله اكبر الله اكبر. تبغلون داخل المطار. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اهم عناصر الجيش الحر تبغلون داخل مطار دير الزور العسكري 15/12/2012. الله اكبر الله اكبر والعزة لله. نصر قريب ان شاء